مساء الخير وتحيه لكل مشاهدي تلفزيون المستقبل وين ما كنتوا عم بتتابعونا بالمباراه النصف النهائي الثانيه لبطوله دبي الدوليه لكره السله بنتسختها 29 مباراه عم تجمع بطل العرب نادي هومنت من لبنان بمواجهه نادي جمعيه سله من المغرب يلي هو بطل افريقيا وصيف بطل العرب يلي قدر يربح عليه هومنت بارضه بسله وايضا هو بطل دبي سنه الماضيه ريفانج كثير كبير بين هالفريقين خاصه انه صلى سنه الماضيه ايضا قدر يظهر هومنتمن من نصف نهائي بطوله دبي ليلعب بوقتها جمعيه سله بمواجهه الرياضي اليوم من شوي الحكمه هارد لاك لهم خرجوا من بطوله دبي بخسارتهم من النجم الرادي 60-78-77 اليوم هومنتمن اللبناني والجمهور الكبير اللي موجود ايضا عم بيتابعوا عبر شاشه تلفزيون مستقبل وبصاله مكتوم بن محمد ال مكتوم بيتمنوا الفوز اكيد بالمناسبه هون بدي اقول ايضا انه الهومنتمن صار الممثل الوحيد لهلا للبنان بالبطوله مع خروج الحكمه وبالتالي في حال وصول هومنتمن للفاينل رح يكون اكيد امام مسؤوليه كبيره وهي مره جديده هومنتمن يكون مسؤول عن علم كره السله اللبنانيه على كل الاحوال البدايه رح تكون مع النشيد الوطني اللبناني انتهاء النشيد الوطني اللبناني جمهور هومنتمن يلي موجود على المدرجات بصالة مكتوم بن محمد آل مكتوم أول خمسة من ناحية المدرب جوم جاعس مكرم بن رمضان إلي شمعون والتر هاتش وبالإضافة للسمعة وأيضا بالإضافة لنشوف مين الخامس سام يونغ هو يلي رح يبلش ولكن سام يونغ بعد لهلأ لا شيل الميوزك من دايمته ولا شلح التيشيرت هلا حاليا سام يونغ عم ياخذ اخر التعليمات من جوم جاعس سام ما راح يبلش يلي طبعا المباراه الحكم غير ما نشوف سام على ارض الملعب على مهله سام شو في وراه لجمهور هومنتمن على اعصابه بلبنان واكيد اليوم بدي اقول كمان مره ما راح نقطع نشره الاخبار راح نكملها كلها امبارح جمعيه سلا قدر يفوز على النادي الرياضي اللبناني على كل الاحوال خساره الحكم اليوم هون بدي اقول شغله لابد من الاشاره لانه بالفعل كره السله التونسيه صارت متطوره جدا جدا هي والمغربيه لازم نعرف انه مش بس اللاعبين الاجانب هن يلي بيربحوا بطوله ايضا اللاعب اللبناني لازم يطور حاله اكثر لحتى نجاري السله التونسيه على كل الاحوال جمعية سلا المغربي بمواجهة هومنتمن، هومنتمن عنيد جدا بمواجهة سلا عادة زكريا المصباحي عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل التونسي مكرم بن رمضان بيلتقط الريباوند والتر هاتش بوجه في زكريا المصباحي والتر على البوزيشن 1 خطر كثير عنده فيجن كثير عالي عادة سمعة لمكرم بن رمضان تحت الباسكت بيسجل مكرم بن رمضان هاي لو بين اسماعيل احمد ومكرم بن رمضان من تحت الباسكت مع البورد بيقدر انه يسجل مكرم بن رمضان سفيان كوردو على البوست سفيان كوردو وبيسجل امبارح كان قدر يسجل 22 نقطة بسلة النادي الرياضي سفيان كوردو والتر هاج طابة لتحت الباسكت تورن اوفر على والتر هاج ايضا نصف نهائي الثاني يعقوب غابش الحكم الدولي الاماراتي والى جانبه ايضا اليوم ليعقوب غابش حاتم الحربي من المملكه العربيه السعوديه محمد السلم من البحرين سفيان كوردو ما بينجح انه يسجل الريباوند لمصلحه زكريا المصباحي تسديد من وين اليكس امبارح سجل 6 3 بوينت ضد الرياضي لازم ينتبهوا له كثير منيح لاعبين نادي هومنتمن والتر هاج لإلي شمعون اسماعيل احمد ومكرم بن رمضان مكرم لوالتر هاج بعيد عن ارك 3 بوينت ما بيسجل سام يونغ بيلتقط الريباوند
ما بيسجل باول مره. سام يونغ الريباوند لمين؟ البوسيشن لمصلحة نادي هومنت من لبنان. اوت اوف باوندز بوسيشن لمصلحة نادي هومنت من اوت اوف باوندز. جمعية سلا اللي عم يفتقدوا لعبد الحكيم زويبتا، اصابته بتبعده 6 اشهر، محمد شوعة 3 اشهر. سعيد البوزيدي بيعرف انه عم يواجه واحد من الفرق المرشحة للفوز بلقب بطولة دبي. تعرض الهومنتمن لخساره بدايه البطوله من الرياضي، ولكن من بعدها جلس اموره وبدا يكون من اخطر الفرق تهديفا ببطوله دبي، معدله 100 نقطه بكل مباراه. والتر هوتش ثاني اتمت ما بتمشي معه عن ارك على 3 بوينتس. بهالوقت الي شمعون بيرتكب الفاول، طبعا رح تكون لمصلحه جمعيه سلا المغربي. اوت اوف باوندز تسديدتين عن الفري ثرو لاين رح يكونوا لزكريا المصباحي. زكريا المصباحي بيسجل عن الفري ثرو لاين. 6-2 التقدم لمصلحة جمعية سلا المغربي على هومنت من اللبناني. بعد لهلا ما قلع الفريق اللبناني بالشكل المطلوب. هومنتمن والتر هاج 7-2. والتر للشمعون قدامه في اسماعيل احمد. مكرم تحت الباسكت لحاله للسمعه. والتر هاج للشمعون اوبن شوت عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل الشمعون. مكرم بالرمضان جرب يعمل الستيل ما بينجح. طابة لمصلحة جمعية سلا تحت الباسكت لياسين المحسني. تورنوفر على جمعية سلا. الفاست بريك مع مكرم. اوه ما بيسجل مكرم بن رمضان. كان طالع يستعرض مكرم بن رمضان المحسني لزكريا المصباحي. ما بيسجل ايضا. السكند تشانس لمصلحة جمعية سلا المغربي. وين اليكس اوبن شوت عن ارك 3 بوينتس. تسديداته قاتلين بيكونوا لوين اليكس. 10-2 التقدم لمصلحة جمعية سلا المغربي على هومنت من اللبناني. 2-2 عن ارك 3 بوينتس لوين اليكس. كان نسمع تعليماته للكوتش جوم جايز. انتهاء التايم اوت. الي شمعون. شمعون لوالتر هاتش. والتر هاتش بده يخترق على الباسكت وبيسجل بايده الشمال. بيعرف يلاقي الحلول كثير منيح والتر هاتش. زكريا المصباحي بيسجل. ما في ديفنس لهلا من هومنتمن. بده ينتبهوا كثير منيح الشباب على الديفنس. مفهوم يعطون الايزي باسكت للفريق المغربي. عم بتكون سله الهومنتمن صعبه. وسام يونغ تحت الباسكت بيسجل بيستفيد من المس ماتش بينه وبين وين اليكس. بنزل فارق ل 6 اولى نقاطه لسام يونغ بالمباراه. ياسين المحسني لوين اليكس من نقطتين. وين مع الباك بورد بيسجل 8 نقاط لوين اليكس. وسام يونغ بيتوقف من وين اليكس. سام يونغ توصل لاسماعيل احمد عن ارك على 3 بوينت. اسماعيل احمد بيسجل عن ارك 3 بوينت. فارق بينزل لخمسه. هومنتمن بلش يفوتوا بجو المباراه. عبد الرحيم نجاح كمان بيرد عن ارك على 3 بوينت. عبد الرحيم نجاح بيخدها من محل بعيد عن ارك 3 بوينت. بيطلع الفارق ل 8. والتر هاج بيتعرض للخطا. والتر هاج بيتعرض للخطأ من عبد الرحيم نجاح.
وراح يكون عنده تسديدتين عن الفري ثرو لاين. عبد الرحيم نجاح كثير مهم يقدر يحطه بجسمه. عبد الرحيم نجاح البلوك شوت من فوق كان كلير بس بجسمه كان في بوش، جرب يوقفه ولكن في بوش. على كل الاحوال عبد الرحيم نجاح كثير مهم يحطوا عليه بريشر لاعبين نادي هومنتمن ويجربوا يضغطوا لياخذوا اخطاء منه، لانه البديل منه موجود على البنش. يعني كمان هون هيدي اشاره انه الفريق المغربي شارك ببطوله دبي، 40 مباراه لاعبين الفريق المغربي قبل ما يجوا على دبي، منهكين متعبين ولكن هيدي وظيفتهم، لهيك عم بيشاركوا بالبطوله. وعم نشوف انه عم يلعبوا نصف نهائي ضد بطل العرب نادي هومنتمن من لبنان. هومنتمن يلي عينه على لقب بطوله دبي الدوليه المئوية لنادي هومنتمن، بدهم اياها ملونة بالكؤوس الشباب، والبداية كانت مع بطولة هنري شلهوب ومن بعدها بطولة الاندية العربية وحاليا المنافسة على لقب بطولة دبي الدولية. تجديدة عن الفري ثرو لاين تتسجل من والتر هاج. هنشوف شو اللي احتسبه الحكم هون. 17-11 حسب ان سبورتسمان لايك فاول. حيرجع يكون في بوسيشن من وسط الملعب لمصلحه نادي هومنتمن. والتر هاج عم بيسجل لقطه الخامسه، الفريق بينزل لخمسه ايضا. والتر هاج بشمعون لمصلحه اسماعيل احمد، السمعه لمكرم بن رمضان مع عبد الرحيم نجاح، سام يونغ عن ارك على 3 بوينت ما بيسجل منها. سام اسماعيل احمد بطريقته المعهوده بيعمل تيب من بعدها بيعمل الكنترول على الريباوند. تسديده كاد نشوفها من اسماعيل احمد لو عمل كنترول صح من والتر هاج. تورن اوفر على نادي هومنتمن 17-12. اكيد هومنتمن فايتين كمان شوي في تنشن، بس بده ينتبهوا لانه التنشن اللي فاتوا فيه الحكمه باول مباراه طلعهم من البطوله. بده ينتبهوا كثير منيح ما يكون في تنشن عندهم للاعبين نادي هومنتمن يلي عم يلعبوا باسم بنك الامارات ولبنان، راعي الرسمي لهومنتمن ببطوله دبي الدوليه. وين اليكس وصلها لعند سفيان كوردو، اوفنسيف فاول. ممتاز الشمعون بذكاء الي شمعون، شفناه كان لعب فريق ديفنس بنهائي بطوله الانديه العربيه، وهالمره مبلش. يعني انا اعتقدت لما اخذها سفيان رايح يلعب بظهره على الباسكت معه الي شمعون رح يسجل، ولكن الشمعون بيحصل على الاوفنسيف فاول. اسماعيل احمد عم يطلع الطابه، ياسين المحسني عم جرب ياخذوا فوت ديناي لوالتر هاج. سام يونغ بده يخترق على الباسكت، جول تندنج، لا الحكم بيقول لا، بلوك شوت. ياسين المحسني لوين عن ارك 3 بوينتس هالمره ما بيسجل، الريباوند لسفيان كوردو، وياسين المحسني ما بياخذ الاتمت، بيرجع بيروق الاوفنس. عبد الرحيم نجاح، والتر هاج بيعمل الستيل، والتر هاج سريع كثير طلع على الباسكت. اوه اطول او بالبطوله واجمل سله بالبطوله كلها لوالتر هاج، ومره جديده اوه شو حلوه من والتر هاج، ومره جديده كمان بالاستعراض والسمعه بهالوقت كان عم بيسجل عن ارك 3 بوينتس. ست نقاط لاسماعيل احمد، تاني 3 بوينت للعملاق المصري اسماعيل احمد، والمباراه سريعه صارت ما بين هومنتمن الفريق الهجومي بامتياز وجمعيه سلا المغرب. اسماعيل تالت اتمت هالمره ما بيسجل، السمعه، الريباوند لعبد الرحيم نجاح، ولكن في خطا على سام يونغ، خطا على سام يونغ. 5-4 نقاط الفارق. عبد الرحيم نجاح بيطلع ليرتاح على البنش، عنده خطأين مهم كثير هيدي لهومنتمن، الخطأين على عبد الرحيم نجاح.
مكرم بن رمضان بيعمل الستيل كمان طالع على الفاست بريك وبيسجل مكرم بن رمضان بينزل فارق مره جديده لنقطتين 21-19 ياسين المحسني زكريا المصباحي زكريا بيخترق على البيز لاين زكريا بياخذ خطا لنشوف من مين خطا بالوقت يلي كرم مشرف رح يدخل لارض الملعب عم يستعمل لاعبينه بشكل ممتاز لهلا جو مجاعز الشمعون رح يطلع من الجيم شمعون خطأين كرم مشرف لاعب بيلعب ديفنس بشكل كتير منيح ولاعب عنده تايمينج ممتاز على الريباوند زكريا المصباحي عند فري ثرو لاين زكريا ما بيسجل الاولى زكريا عنده فرصة ثانية زكريا المصباحي زكريا الثاني بيسجل منها والطابة لمصلحة هومنت من على الاوفنس 22-19 سام يونغ والتر هاج والتر مكرم بن رمضان بيتعرض للخطأ من جوبا اللاعب الامريكي رقم 10 وراح تكون في تسديدتين لمكرم بن رمضان عن الفري ثرو لاين مكرم لهلا نقاطه 4 بالجيم والتقدم بثلاث نقاط لمصلحة جمعية سلا المغرب قبل 3 دقائق و10 ثواني عم يرتكبوا كثير اخطاء جمعية سلا مكرم ما بيسجل عن الفري ثرو لاين مكرم بن رمضان الثاني عن الفري ثرو لاين بيسجل منه مكرم بن رمضان بينزل فارق لنقطتين مره جديده التقدم لجمعيه سلا المغربي على هومنت من اللبناني مكرم هو طبعا افضل سكورر بعد اسماعيل احمد اللي عنده 6 و7 لوالتر هاتش هدول ارقام لاعبين هومنت من بالسكورينج 8 نقاط في لوين اليكس ريباوند لمكرم بن رمضان والطابه رح يكون فيها خطا بنشوف الخطا على مين عم يرتكبوا كثير اخطاء اللاعبين جمعيه سلا لانه عم جربوا يوقفوهم للاعبين هومنت من بالاخطاء رح يكون في تسديدتين عند الفري ثرو لاين خطا الاول على وين اليكس ياسين بايري اللاعب رقم 8 عم يتحضر للدخول لارض الملعب عم نشوف هون بالاعاده والتر هاج مكرم بن رمضان ما بسجل الاولى عن الفري ثرو لاين تاني كمان رح تكون لمكرم بن رمضان صار مضيع 2 فري ثروز مكرم لهلا بالجيم التاني مكرم بيسجل مكرم بن رمضان مكرم بن رمضان بيسجل نقطة السادسة الفارق بينزل لنقطة 22-21 دقيقتين و51 ثانية لنهاية الكوارتر الأول من المباراة النصف النهائية الثانية لبطولة دبي الدولية لكرة السلة ياسين بايري وباتريك رامبرت دخلوا لأرض الملعب وزكريا المصباحي عم بينبش على وين أليكس وين بجرب ياخذ الاتامت وين بوجهه مكرم بن رمضان بعيد كثير هالمره ما بشوف السله لانه مكرم ما شاء الله مترين واثنين مكرم بن رمضان الطابه لمصلحه الفريق اللبناني بتبقى اوت اوف باوندز لمصلحه هومنتمان اوت اوف باوندز كرم مشرف لوالتر هاج والتر هاج لمكرم بن رمضان كرم بده يخترق على الباسكت وبيحصل على الخطأ من سفيان كوردو كرم الخطأ الثاني على سفيان الخطأ الثاني على سفيان كوردو الخطأ الثاني على سفيان كوردو راح يكون عنده تسديدتين عن الفري ثرو لاين بالوقت يلي يعقوب غابش الحكم الدولي الاماراتي خطأ تكنيكال فاول على الكوتش تكنيكال فاول على الكوتش سعيد البوزيدي تكنيكال فاول على الكوتش سعيد البوزيدي مكرم بن رمضان وكرم مشرف كانوا هون عم نشوف مكرم وكرم كانوا بلشوا هالطابه
والفاول هون صار خطأ صحيح على سفيان كوردو عند فري ثرو لاين. بدي ينتبهوا هومنتمن عم يضيعوا كتير فري ثروز لانه هاي ممكن بهيك جيم تاي جيم وممكن تروح لمباراة تكون متقاربة للاخر بصيروا بيندموا عليهم. اوه صاروا مضيعين لهلا 4 فري ثروز. كرم مشرف ما سجل التكنيكال فاول اللي حيشوطه والتر هاج ياخذ الاتمت عند فري ثرو لاين. والتر هاج بيسجل والتر هاج عند فري ثرو لاين. اوت اوف باوند لمصلحة هومنتمن. الارقام عم تتعادل 22-22. سام يونغ عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل. الريباوند لمصلحة زكريا المصباحي وخطأ على كرم مشرف. زكريا المصباحي لاعب ذكي عم تتوقف كتير الجيم بالكوارتر الاول منه يعني دايما عم بيكون في اخطاء ودايما عم بيكون في صفرات من الحكام. بالوقت يلي ياسين بايري عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل. الريباوند لمين رح يكون؟ الطابه لمصلحه نادي هومنتمن. الارقام متعادله اخر دقيقتين من الكوارتر الاول. والتر هاج اجمل سله لهلا سجلها بالكوارتر الاول بكل البطوله. هيدي اجمل وحده مش لوالتر هاج للبطوله كلها. كرم لاسماعيل احمد سمعة لمكرم بن رمضان على البوست. مكرم ثلاث لاعبين عم سكروا على مكرم بن رمضان. والتر هاج دقيقة 9 ثواني بدي يلاقي الحال. والتر لسام يونغ. سام بيخترق. اوه شو حلوة الاسيست كانت من سام يونغ. عمل موف ولا اجمل ولكن مكرم ما نجح انه يسجل. طيب بتنتقل لمصلحة جمعية سلا المغربي على الاوفنس 22-22. مكرم بيعمل الستيل. الحكم بيقول في فاول على مكرم بن رمضان. الخطأ الأول على مكرم بن رمضان. يعني سفيان كوردو من لهلا ما استعملوه كثير منيح لاعبين جمعية سلا المغربي لأنه ما عم بيفوتوا له الطابة للإنسايد. عم جربوا يلعبوا دائما من التسديد عن أرك 3 بوينتس أو ياخذوا تسديدات بعيدة عن طريق زكريا المصباحي. لما يلعبوا الإنسايد جيم رح يستفيدوا منه لسفيان لأنه هومنتمن ما بيلعبوا بالبوزيشن 5. ما عندهم بوزيشن 5 بالفريق. بيلعبوا مثلا سمعة بيلعب فور أكتر ومكرم نفس الشيء. سام في يلعب على الفور واللعبة بتكون أكتر مريحة ومفتوحة. يعني بالوقت يلي عم بيسجل سفيان كوردو نقطة الرابعة بيعطي التقدم بنقطتين لمصلحة جمعية سلا المغربي. زون ديفنس من الكوتش سعيد البوزيدي. مكرم بانتظار الطابة ولكن توصل له من اسماعيل أحمد. شو هالباس الذكي من اسماعيل احمد. فيجن العادي اللي عنده اياها. السمعه بيعدل الارقام 24-24. وين اليكس؟ وين بيبقى محافظ على الطابه؟ وين اليكس؟ بده يجرب ياخذ القرار هو. وين اليكس؟ وين وين اليكس؟ توصل لعند باتريك رامبرت ما بيسجل. الريباوند لمين رح يكون؟ لوين اليكس ومع البورد بيقدر انه يسجل. وين اليكس؟ وين نقاطه 10 دبل فيجرز بالنقاط. مكرم بن رمضان. مكرم بن رمضان بيحصل على الخطا من باتريك رامبرت. خطا من باتريك رامبرت رح يكون في تسديدتين عن الفري ثرو لاين لمكرم بن رمضان. خطا الاول على باتريك رامبرت. اخطاء كثيره بالكوارتر الاول توقفك مباراة كتير نظرا للتاف جيم يلي عم يلعبها جمعية سلا المغربي. مكرم عن الفري ثرو لاين عم بيضيع كمان. مكرم بن رمضان واحدة من نقاط ضعفه لمكرم بن رمضان هي الفري ثرو لاين. يعني حتى كوتشو عادل تلاتلي اللي هو مربيه بالباسكت قال لي انه واحدة من نقاط ضعفه ولكن واحدة من نقاط قوة كرم مشرف هي الجامب العالي اللي بيقدر من خلاله كرم انه يحصل على الاوفنسيف ريباوند. سام يونغ. سام من نقطتين ما بيسجل. ايضا الريباوند لوالتر هاج ووالتر هاج عم ياخذ السكند تشانس لمصلحه هومنتمن 26-24. والتر لاسماعيل لاحمد. سمعه بده يخترق على الباسكت جرب يوصلها لعند سام يونغ. انتهاء الكوارتر الاول بتورن اوفر على هومنتمن كان بيسدد ويسجل. وين اليكس 24-26. رح نروح لبريك قبل ما نرجع من بعدها للكوارتر الثاني.
عودة نحن وياكم مشاهدينا مشاهدي التلفزيون المستقبل مباشرة لدبي لصالة مكتوم بن محمد آل مكتوم بالإمارات العربية المتحدة. عودة لمتابعة المباراة النصف النهائية ما بين نادي هومنتمن اللبناني وجمعية سلا المغربي بإطار مباريات الدور النصف النهائي للنسخة 29 لبطولة دبي الدولية. جمهور هومنتمن اللي موجود بدبي مطلوب منه الحماس أكثر، قاعدين حاسين عم يحضروا سيناء يعني رايقين، بدهم يكونوا عم يحمسوا اكثر الفريق اللبناني لحتى يجربوا يعطوه معنويات اعلى. هومنتمن فايتين بطريقه بطيئه على الجيم لهلا النصف النهائيه، بعتقد انه خساره الحكمه ايضا حطت بريشر على الفريق اللبناني لانه الاكسبكتيشنز تبع الحكمه كانوا كثير عاليين وكانوا رايحين حتى للمباراه النهائيه وهيك كل المراقبين كانوا عم بيقولوا، ولكن خساره الحكمه بعتقد حتاثر شوي على انطلاقه هالجيم، وهذا الشيء اللي عم نشوفه في عدم توفيق على الفري ثرو وعدم توفيق من ارك 3 بوينت بالوقت يلي هومنتمن اخذوا الثماني اتمتس عن ارك 3 بوينت سجلوا اثنين. والتر هاج بيحصل على الخطا. لهلا افضل اللاعبين على ارض الملعب بصفوف هومنتمن هو والتر هاج. والتر مش بس بالنقاط ايضا بتحريقك وللفريق بالوقت يلي هايك رح يدخل لارض الملعب بدلا من مكرم بن رمضان. 8 نقاط لمكرم بن رمضان. يطلع ليرتاح مكرم بن رمضان. والتر هاج بيسجل عن الفري ثرو لاين. والتر عنده فرصة يعدل الأرقام 26-26 بينجح بهالشيء، نقطته العاشرة دبل فيجرز بالنقاط لوالتر هاج بعد ما شفنا سام يونغ نقطتين بس لهلا لسام يونغ بالجيم. 6 نقاط لإسماعيل أحمد. ياسين بايري بريشر دفاعي ممتاز من هومنتمن. ياسين بايري ستيل من هاي فاست بريك مع إسماعيل أحمد لوالتر هاج. والتر للسمعة بوجهه في سفيان كوردو مجرب يحصل على الخطأ. اسماعيل احمد طابة توصل لهاي سام يونغ من نقطتين بيسجل. سام يونغ بيسجل وبيعطي التقدم للفريق اللبناني لنادي هومنتمن بطل العرب 28-26. خلينا نسمع التايم اوت للكوتش سعيد البوزيدي بعد هالتقدم بنقطتين لبطل العرب. انتهى التايم اوت 8 دقائق ونص لنهاية الكوارتر الثاني من هالجيم النصف النهائي الثاني لبطولة دبي الدولية. هومنتمن من لبنان بواجهة جمعية سلا من المغرب. جمعية سلا حامل لقب بطولة افريقيا. الريباوند بيرجع بيكون لزكريا المصباحي، اشترى الخطا اشري زكريا المصباحي، هيدي الخبرة الكبيرة اللي عنده اياها زكريا المصباحي لاعب منتخب المغرب. خلينا نشوف هون الطابة اوت اوف باوندز، منا تسديدتين. يعقوب غابش بيرجع بيقول لا ما في تسديدتين، الطابة رح تكون اوت اوف باوند. باتريك رامبر دخل لارض الملعب عم يتعرض لبريشر كثير كبير على الديفنس. بوجو في والتر هاج طابه لزكريا المصباحي او بيسجل عن ارك على 3 بوينتس زكريا المصباحي.
والتر هاج 29-28. والتر هاج عم يخرق الديفنس بوصلها لكرم. كرم بده يروح على الباسكت لهايك، بتعرض للبلوك شوت. سام يونغ من نقطتين، سام يونغ ما بيسجل. الريباوند لمين رح يكون؟ لياسين بايري. ياسين بايري من 29-29. سام يونغ ما بيقدر انه يسجل. اربع نقاط لسام، خطأين على سام يونغ. مان تو مان ديفنس من هومنتمن على جمعية سلا المغربي. وين اليكس بيسجل عن ارك الثري بوينتس، 3 من 5 عن ارك الثري بوينتس، بيطلع الفارق الى 4 نقاط لمصلحة جمعية سلا المغربي على هومنتمن اللبناني. سام يونغ بده يخترق على الباسكت، توصل لعند والتر هاج عن ارك على 3 بوينتس. والتر هاج بايده الشمال بيسجل، بينزل الفارق والتر هاج 13 نقطة لوالتر هاج. الفارق بينزل لنقطة 32-31. باتريك رامبرت، باتريك بجرب يوصلها لتحت الباسكت لسفيان كوردو، بينجح سفيان كوردو، بيعمل الفيك من قدامه ل سام يونغ وبيقدر انه يسجل. فارق بيرجع بيطلع ل3 نقاط. والتر هاج بيحصل على الخطأ، عم يجرب دايما يعمل الدرايف على الباسكت ليحصل على الاخطاء. والتر هاج لهايك على الكورنر، ما بياخد تسديدته هايك. اسماعيل احمد لا والتر هاج، هايك هالمرة بياخد الاتمت، ما بيسجل ايضا. سام يونغ شو عالي على الريباوند، جابها بمحل كتير عالي سام يونغ وقدر انه يسجل. نقطة السادسة 34-33 بالوقت يلي كريم زينون عم يتحضر للدخول لارض الملعب. وين اليكس عن ارك، شو هاللاعب عن ارك، 3 بوينتس، 4 3 بوينتس لوين اليكس، 4 3 بوينتس لهاللاعب يلي امبارح قدر يسجل ضد الرياضي 6 3 بوينتس. والتر هاج ما بيسجل، الريباوند لسفيان كوردو 37-33. زكريا المصباحي هايك بيعمل الستيل، ترانزيشن ديفنس كانت سريعه وممتازه من هايك. سام يونغ، سام كمان بيرجعوا بسرعة على الدفاع لاعبين جمعية سلا المغربي، وفي خطأ لمصلحة سام يونغ، خطأ قبل 5 دقائق و27 ثانية على نهاية الكوارتر الثاني. Out of bounds لمصلحة هومنتمن. اسماعيل احمد لسام يونغ، سام بيبرم من نقطتين ما بيسجل. سام يونغ الريباوند لمين بيكون؟ لوين اليكس، باتريك رامبرت بسرعة وهايك مرة جديدة بيعمل الستيل، هالمرة الفاست بريك لمصلحة هومنتمن. وسام يونغ ما بينجح انه يعمل السلام دانك. سام يونغ هايك وصلها لسام يونغ من تحت الباسكت بيسجل، منه بالجو، منه بالموت سام يونغ، منه بالموت سام يونغ ابدا ابدا. كريم زينون بيرتكب الخطا على زكريا المصباحي، ما كان له عازي هذا الخطا، كان لازم يتركوه يسجل، كان لازم يتركوه يسجل لزكريا المصباحي، اعطيه فرصه الاند وان. كريم زينون، زكريا عند الفري ثرو لاين بيسجل ايضا، 11 نقطة لزكريا المصباحي، الفارق بيطلع ل5 نقاط لمصلحة جمعية سلا المغربي. بالوقت اللي عم نشوف فيه الزميل المعلق اشرف سمارة بقناة دبي الرياضية. اسماعيل احمد توصل لعند كريم زينون عن ارك على 3 بوينتس، ما بيسجل كريم زينون عن ارك على 3 بوينتس. باتريك رامبرت توصل ل باتريك رامبرت مره جديده. وين اليكس عن ارك على 3 بوينتس، ما بيسجل هالمره، خطر كثير وين اليكس. والتر هاج عم يطلع بالطابه، والتر بده يكمل على الباسكت من نقطتين ما بيسجل. والتر هاج
وين أليكس بيلتقط الريباوند سريع كتير. باتريك رامبرت طالع على الباسكت بده ينتبه كتير منيح سام يونغ لأنه عنده خطأين وبيقدر أنه يسجل تايم أوت للكوتش جون جايس. فرق طلع مثل ما عم نشوف 43-35 أربع دقايق و13 ثانية. انتهاء التايم اوت. سمعة عم بيطلع الطابة لمصلحة هومانتمان. لازم يصحى والتر هودج ويصحى اكتر سام يونغ. اسماعيل احمد شو اللاعب الممتاز اسماعيل احمد بيعرف كتير منيح كيف يقود فريق بالادوار النهائية. قاد هومانتمان للفوز بلقب بطولة الاندية العربية. بهالوقت المباراة اللبنانية المغربية بدبي رايح على صالح الفريق المغربي ولكن وين أليكس عم تبرم كتير منيح. باتريك رامبرت ما بيسجل الريباوند لهايك عم يطلعوا الطابة بسرعة لاعبين هومنتمن. هايك بده يروح على الباسكت وصلها لكريم زينون. زون ديفنس من الفريق المغربي. سام يونغ عم يخترق على البيز لاين بيعمل لحاله سبيس سام يونغ وبيقدر انه يسجل نقطة التامة. خمس نقاط بينزل فارق. مهم كتير يصحى سام يونغ كتير مهم يصحى للفريق اللبناني لفريق هومنتمان. وين أليكس جمعية سلا واحد من اقوى الفرق العربية. تخيلوا ناقص لاعبين ومتقدم على هومنتمان وهو يزديدين ذا جيم. يعني هن الليد لهم بين ايديهم لجمعية سلا. هومنتمان عم يجرب دايما يلحقهم. كريم زينون لوالتر هاج. والتر لسام يونغ. سام بده يخترق على الباسكت ما بيسجل سام يونغ. وين أليكس لزكريا المصباحي وزكريا بيقدر انه يسجل مرة جديدة على الفاست بريك. نقطة 13 لزكريا المصباحي. الفريق بيرجع بيطلع على 8 نقاط. والتر هاج وصلها لسام يونغ. بيحصل على الخطأ سام يونغ. بيحصل على الخطأ لسام يونغ. كان طالع يعمل سلام دانك ولا اجمل. شوفوا من وين اخذ الستاب ومن اي محل من الباسكت عم يجرب يحصل على الخطا. بينجح الخطا الثالث على سفيان كوردو. الخطا الثالث على سفيان كوردو. رح يجرب هون هومنتمن اكيد يستفيد من الخطا الثالث على سفيان. ما في بديل لسفيان. هيدا اللي كنت انا عم اقوله ببدايه الجيم. يعني لاعبين الجمعيه سلا المغربي مثال للفريق يلي بده يمثل نادي ويمثل بلده بشكل جيد جدا. عم يلعبوا حتى بدون بنش تقريبا ولكن هومنتمان بطل العرب قادر يرجع بقوه للجيم. والمباراه بعدها طويله وهومنتمان معود على هالضغط. باتريك رامبرت 41-49 فارق 8 مره جديده. الديفنس لازم يكون العنوان الاول. تسديده عن ارك على 3 بوينتس ما بتتسجل. الريباوند لكريم زينون. والتر هودج وصلها لكريم زينون. اسماعيل احمد ما بيسجل. مكرم بن رمضان
بيحصل على الخطأ مكرم بن رمضان. 47-41 دقيقة و47 ثانية لنهاية الكوارتر الثاني من هالجيم. مكرم بن رمضان على الفري ثرو لاين، لازم يركز. مكرم ضيعه بالكوارتر الأول كثير فري ثروز. مكرم الأول خامس وحدة عم يضيعها بهالجيم مكرم بن رمضان. إذا بتطلع على الأرقام بالكوارتر الأول 2 من 6 لمكرم عن الفري ثرو لاين، 2 من 6 نسبة 33%، نسبة متدنية جدا. الشمعون دخل لأرض الملعب، لازم يطلع هون اللاعب سام يونغ، بيطلع من الملعب ليرتاح شوي. إلي شمعون وكريم زينون على أرض الملعب سوا، والتر هاج يعني صار نوعا ما صاروا هومنتمن. مكرم وإسماعيل هن الأطول على الملعب، بس فيهم يرتاحوا شوي لأنه سفيان كوردو على البنش، لازم يستفيدوا بهالدقايق. هومنتمن الشمعون عم جرب يعمل الستيل، فير انزل لخمسة دقيقة أو 35 ثانية لنهاية الكوارتر الثاني من المباراة النصف نهائية الثانية اللبنانية المغربية. بالمباراة الأولى كان التفوق تونسي على نادي الحكمي اللبناني. ياسين بايري بسهولة كان عم يخترق ياسين بايري، ولكن ما بيقدر انه يسجل الجاب بالديفنس الهومنتمن. مكرم بن رمضان، مكرم طابة لإسماعيل أحمد من نقطتين، بيسجل إسماعيل أحمد وسمعة بينزل فارق إلى ثلاثة مرة جديدة 47-44. باتريك رامبر، باتريك توصل لوين أليكس، وين من نقطتين وبيسجل وين أليكس بطريقة هادية. 18 نقطة لوين أليكس و18 نقطة بالوقت يلي والتر هاج بوصلها لكريم زينون. اسماعيل أحمد لوالتر هاج، والتر لمكرم بن رمضان على البوست، مكرم بن رمضان بيحصل على الخطأ، خطأ على اللاعب رقم 14 المغربي يلي دخل بدلا منه لسفيان كوردو حمزة جدي. اوفنسيف فاول الحكم عم بيقول، اوفنسيف فاول انا اعتقد خطأ لمكرم، حكم بيقول اوفنسيف فاول، خطأين على مكرم بن رمضان، تورن اوفر على هومنتمن. 49-44 باتريك رامبرت طابة لمصلحة الفريق المغربي. ياسين بايري لزكريا المصباحي ما بيسجل، الريباوند لمصلحة مين؟ رح يكون في خطأ لمصلحة مكرم بن رمضان، خطأ على ياسين بايري، الخطأ الثاني على ياسين بايري. مكرم رح يكون عنده تسديدتين عن الفري ثرو لاين، على أمل يكون برسنتج تبعه عالي شوي. مكرم بن رمضان على فري ثرو لاين بالوقت يلي تود اوبراين عم يتحدى للدخول لارض الملعب باخر 26 ثانية من الكوارتر الثاني. مكرم ما بيسجل عن الفري ثرو لاين، نشوف الحكم شو راح يعمل هون، عم يطلب الإعادة. لغى تو شوتس الحكم، ما فهمت انا هاي. بده يطلبوا الاعاده التلفزيون. الحكم الاماراتي والحكم البحريني والحكم السعودي. فإذا لنشوف الحكم شو احتسب. تو شوتس لمكرم بن رمضان، ضيعون الحكام الثلاثة على أرض الملعب. هون ما بعرف إذا فين يطلبوا الإعادة التلفزيونية، ما يعني ما عم بعرف لو المخرج بيقدر يعدلهم اياها ليشوفوها. بلا
الوقت اللي تود أوبراين عم يتحضر للدخول لأرض الملعب. نشوفهم بعدهم عم بيتشارعوا الحكام، ما حدا طلب بعد الإعادة التلفزيونية. عم يرجع يسأل شو اللي صار، لازم يطلبوا الإعادة التلفزيونية. هون 26 ثانية باقي لنهاية الكوارتر الثاني، نشوف شو احتسب. تسديده واحده بعد لمكرم بن رمضان، كان عم يطالب هومنتمن بالتو شوتس يرجع يعدوها لانه زكريا المصباحي دخل لجوا. بكل الاحوال مكرم عن الفري ثرو لاين، ثاني ما بيسجل منها اسماعيل احمد، ما بيسجل السبعه باول مره. ثاني مره مكرم بن رمضان بنطقه الاوفنسيف ريبوند وبيسجل مكرم بن رمضان من نقطتين، الفارق بينزل لثلاثه اخر ثواني على الكوارتر الثاني 49-46. ما راح يقدر يدخل تود اوبراين بالوقت اللي باتريك رامبرت توصل لعند ياسين بايري عن ارك على الثري بوينتس، ما بيسجل الريباوند لكريم زينون، بوصلها لمكرم بن رمضان. والكوارتر الثالث او الثاني يلي عم ينتهي مشاهدينا 46-49 على كل الاحوال. كوارتر الثالث ورابع هلا حتشهد المباراه مفاجاه بوصول جمعيه سلا المغربي من دون لاعبينه الاساسيين للفاينل، او هومنتمن رح يرجع يفرجينا صوره البطل المنافس على اللقب بطل العرب. بريك وبنرجع. عوده نحن وياكم مشاهدينا مشاهدي تلفزيون المستقبل مباشره لدبي، يعني مباشره لصاله مكتوم بن محمد ال مكتوم بالامارات العربيه المتحده، نادي شباب الاهلي بدبي، مباراه هومنتمن اللبناني وجمعيه سلا المغربي باطار مباريات الدور النصف النهائي بطل العرب. نادي هومنتمن بمواجهه جمعيه سلا بطل افريقيا. لهلا هومنتمن ما فرجينا الفريق يلي قدر يربح بالدور الاول على نادي النجم الرادسي، يلي قدر هو بدور اليوم يربح على نادي الحكمه، والحكمه ودع بطوله دبي الدوليه. هومنتمن هو ممثل للبنان، ولكن على امل نقدر نشوف فريق لبناني بالفاينل. بدنا نقول انه الفرق التوانسي والفرق المغاربه هن من اقوى الفرق اللي موجودين على الساحه العربيه. وايضا بدي اقول شغله انه جمعيه سلا المغربي قبل هالمباراه، هيدا شيء كثير مهم، لهلا لاعبين حوالي 40 جيم قبل ما يبلش اصلا الدوري المغربي. على كل الاحوال عم نشوف هون لقطات من العشاء يلي اقامه رجل الاعمال اللبناني السيد فادي الصفدي بمطعم الصفدي بام الشيف بالامارات العربيه المتحده. ورجل الاعمال السيد فادي الصفدي اللي عم نشوفه قدامنا على الشاشه يلي عمل اكيد عشاء تكريمي لكل الوفود اللبنانيه الحكمه والهومنتمن والرياضي. وحاليا عم نشوف لاعبين الرياضي وعلي محمود خاصه اللي عنده ذكريات كثيره مع الصفدي بدبي، كريس دانييلز والتبول اللبنانيه، وايضا شارل ثابت وكوستي قدسي والعرقجي وجان عبد النور، وبالاضافه ايضا لكل الجهاز الفني كوتش بيير فلفلي ومدرب النادي الرياضي الكوتش احمد الفران ومدير الفريق احمد جوده شاكر. وايضا كمان رح نشوف نادي هومنتمن يلي كانوا بضيافه السيد فادي الصفدي، حيث بتجمع صداقه كثير كبيره بين السيد الصفدي وجي مانوكيان رئيس لجنه كره السله بنادي هومنتمن. الفنان العالمي جي مانوكيان، بالفعل عالمي جي، كلكم شفتوا شو عمل بليله راس السنه ببيروت. بالوقت اللي عم نشوف فيه لاعبين نادي هومنتمن ووفد نادي هومنتمن ايضا بضيافه السيد فادي الصفدي، جي مانوكيان والزميل حسام الزبيبو، شمعون وهايك. الوفود اللبنانيه دائما تحظى بالاهتمام العالي من سلسله مطاعم الصفدي بدبي. شكر كبير للسيد فادي الصفدي وايضا السيد عبد الرحمن الصفدي والسيد فضل الصفدي على اهتمامهم بالوفود اللبنانيه، ان كان رياضيه اجتماعيه او اي حدا شيء بيجمع العلاقات ما بين الامارات ولبنان. على كل الاحوال طبعا مشاهدينا بدنا نقول كمان ثانك يو لكثير من السبونسرز ومنهم بروسويم الشركه الرائده بعالم السباحه. اكيد بروسويم يلي ببلشوا كمان السباحه الاولاد فيهم من عمر 3 اشهر لغايه الاحتراف. بروسويم
من اشهر الشركات اللي بتعمل بسباحه بالمنطقه كلها بالشرق الاوسط وبقياده ورئاسه المدرب الدولي محمد صقر. على كل الاحوال ايضا كل سبونسرز الوادي الاخضر وبالاضافه ايضا لمطعم افندينا وكل الشباب يلي كانوا معنا بخلال هالبطوله بطوله دبي الدوليه لكره السله. اثنين كوارترز قدام بطل العرب نادي هومنتفن بمواجهه بطل افريقيا وحامل لقب بطوله دبي وبطل المغرب جمعيه سلا المغربي. درس كثير كبير عم يعطوه سلا عن الروح العالية الروح العالية الكبيرة يلي عم بيثبتوا فيها انه مش بس انه يكون فريقك فيه كتير نجوم، اللي اهم من كل هيدا انه تعرف تقود فريقك للبطولات وتعرف كيف تشتغل مع فريقك للبطولات، وهيدا الشيء اللي عم يفرجونا اياه سبع لاعبين هن على فكره يعني اللي عم يعتمد عليهم المدرب سعيد البوزيدي. انطلعت على الكوارتر الثالث مباراه النصف النهائيه، جمهور الكبير اللي عم يتابعنا ببيروت هومنتمن بحاجة ليكون صلت أكثر بالكوارتر الثالث. عبد الرحيم نجاح بيسجل بحاجة ليكونوا أكثر خشنين، هومنتمن عم بيكونوا كثير إذا بدكم هيك ناعمين عليهم لجمعية سلا. لي شمعون وولتر هاتش إسماعيل أحمد مكرم بن رمضان هن اللي عم ببلشوا الجيم. سمعة بده يروح تورن أوفر على إسماعيل أحمد وزكريا المصباحي بيعمل ستيل. والتر هاتش ممتاز طالع على الفاست بريك، والتر هاتش سريع كتير بوصلها لمكرم بن رمضان يلي بيستلم الاسيست وبيسجل نقطه ال 13. الستيل جديد لهومنتمن وسام يونغ ما بيسجل الريباوند، لمين رح يكون؟ لمصلحة سام يونغ. سام منه شوتر على فكره، يعني الشمعون شوتر افضل منه لسام يونغ. يلا شمعون عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل، عم تبرم وتطلع معه للشمعون، هيدي ثاني وحده بجيم اليوم، فارق 3-51-48. باتريك رامبرت اجنبيين عم بيلعبوا جمعيه سلا بمواجهه هومنتمن حاليا. باتريك رامبرت تسديده عن ارك ال 3 بوينتس ما بتتسجل، الريباوند لمكرم بن رمضان، بدايه بطيئه للفريقين بالكوارتر الثالث. والتر هاتش، سام يونغ، اسماعيل احمد، سمعه من نقطتين ما بيسجل اسماعيل احمد، عم بيتسرعوا كثير بالقرارات اللاعبين هومنتمن. باتريك رامبرت، هومنتمن برجع بذكر ضغط كثير كبير عليه، بعتقد اثر عليهم كمان انه شافوا حكمي عم يخسروا قبل انطلاقه هيدي الجيم. خطا على الي شمعون، الخطا الثالث على الي شمعون، ثلاث اخطاء على الي شمعون. طيب رح تكون عن الفري ثرو لاين لزكريا المصباحي، بدهم يجربوا يرجعوا يردوا تارون نادي جمعية سلا، خسروا على أرضهم وبين جمهورهم بعد الأوفر تايم ببطولة العرب. اليوم بدبي قدام جمهور لبناني كبير عم بيواكب هومنتمن، بده يجربوا يردوا لهم إياها. على كل الأحوال بعد في كتير وقت وبعد الفارق منه شيء خمس نقاط 8 دقائق وعشر ثواني. رئيس بلدية برج حمود ايضا موجود هون ووفد كبير من ادارة نادي هومنتمن موجودين بدبي. الي شمعون لمكرم بن رمضان، الشمعون لاسماعيل احمد، شمعون بده يسدد عن ارك ال 3 بوينتس ما بيسجل، الريباوند لعبد الرحيم نجاح ثالث اتمت ما عم بينجح فيها الشمعون. ياسين بايري بده ينتبهوا له بشوط كثير منيح عن ارك ال 3 بوينتس ما بيسجل، سام يونغ بده يلتقط الريباوند، سام عم بيطلع هو الطابه بده ينتبه منه لياسين بايري، سام يونغ قاعد يعمل التورن اوفر بوصلها لاسماعيل احمد يلي بيسجل من تحت الباسكت السمعه نقطه ال 12، اسيست جيم من سام يونغ، فارق بينزل لثلاث نقاط. مباراة دفاعية بامتياز، ليش؟ لأنه هومنتمن معدله 100 ونقطة بكل جيم ببطولة دبي، لهلا عم سجل 50 نقطة هومنتمن. سام يونغ عم يدافع على عبد الرحيم نجاح، طابة بالاوت، تورن اوفر على الفريق المغربي، والتر هاتج سريع كثير، والتر هاتج ليكو قد ايه سريع رايح على الباسكت، والتر هاتج باسكت ان كاونتد، لاعب ممتاز عنده عيون قدام وعيون ورا وعنده عقل يفكر والتر هاتج، شفناه بأول
كوارتر عمل واحدة من أجمل سلات البطولة بدنك ولا أجمل، وحاليا ركض كل الملعب شاف لاعبين سلا راجعين عم بيكازدروا على الديفنس، عم بيمشوا على مهلهم على الديفنس، استفادوا عمل الاتاك، وصل على الباسكت، سجل مع البورد وحصل على فرصة الاندوان وبينجح وبيسجل والتر هاتش. نقاطه بسيره بالجيم، نقاطه لوالتر هاتش 16 نقطة، 53-53 الارقام عم تتعادل. الديفنس مطلوب هون من الفريق اللبناني هومنتمان اذا بده يوصل على الفاينل. وين اليكس زكريا المصباحي لباتريك رامبرت، اوه بيسجل، وطبعا باتريك رامبرت عم يعطي التقدم بثلاث نقاط 56-53. اسماعيل احمد عن ارك على 3 بوينتس ما بيسجل، الريباوند لوين اليكس تحت الباسكت. سام يونغ لاسماعيل احمد تحت الباسكت، مكرم بن رمضان مره جديده، التنسيق العالي بين اسماعيل احمد ومكرم بن رمضان. مكرم عم يسجل نقطه 13. الديفنس مهم، الديفنس كثير مهم للفريق اللبناني. عبد الرحيم نجاح وصلها لياسين المحسني بده يخترق على الباسكت، مره جديده اوبن شوت لباتريك رامبرت، وكانه عم يتمرن باتريك رامبرت على الكورنر كانه بتمرينه. سام يونغ، سام بده يخترق على الباسكت، سام يونغ ما بيسجل، الريباوند لمين؟ لمصلحه جمعيه سلا المغربي. زكريا المصباحي في خطا، كريم زينون عم يتحضر للدخول لأرض الملعب. ياسين المحسني بوجه في سام يونغ، ياسين بلوك شوت من سام يونغ، والتر هاج، والتر طالع على الفاست بريك لسام يونغ بيدخل على الباسكت بيتعرض للبلوك شوت، اوه بلوك شوت حلو كثير من عبد الرحيم نجاح. وين اليكس عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل، السريعه صارت اللعبه، الفارق 6 نقاط لمصلحه جمعيه سلا على هومنتمان. والتر هاج، والتر هاج بده يروح على الباسكت ما بيسجل، اوه اوفنسيف فاول، اوفنسيف فاول قاسي كان من اللاعب عبد الرحيم نجاح على مكرم بن رمضان. الخطأ رح يكون الثالث على عبد الرحيم نجاح، الخطأ الثالث على عبد الرحيم نجاح. خلينا نشوف شو احتسب الحكم. نشوف بالإعادة مكرم بن رمضان، وهي بالإعادة واضحة هالمرة، واضحة بالإعادة، طابة لمصلحة الفريق اللبناني out of bounds. out of bounds لمصلحة هومنتمان، ست نقاط الفارق. لازم يرجعوا يصحوا هومنتمان لهلأ منهم صحيين أبدا أبدا. هون عم نشوف بالإعادة قاسي كتير كانت هالكوع من عبد الرحيم نجاح على مكرم بن رمضان. خمس دقائق وخمس ثواني لنهاية الكوارتر الثالث. اسماعيل احمد على الكورنر في والتر هاتج عم يخترق على الباسكت، بوصلها لمكرم. سام يونغ منه موفق عن ارك 3 بوينتس، لازم يجرب يعمل البنتريشن. سام في خطا على زكريا المصباحي، الخطا الاول على زكريا، 15 نقطة اليوم زكريا المصباحي، صاروا ثلاث اخطاء على نادي هومنتمان على نادي سلا عفوا. اوت اوف باوندز لمصلحة هومنتمان، منا ماشي معهم عن ارك 3 بوينتس الفريق اللبناني. اسماعيل احمد زون ديفنس، والتر هاتش لسام يونغ بده يخترق على
بيز لاين، وفي الحكم بيقول ما في جول تاندينج من سام يونغ. تكنيكال فاول على بنش نادي هومنتمن، تكنيكال فاول على بنش نادي هومنتمن، طالبوا بالجول تاندينج. هنشوف بالاعاده التلفزيونيه. نازله كانت الطابه كانت نازله على كل الاحوال، طابه لمصلحه باتريك رامبرت على الفري ثرو لاين، الاولى والوحيده بيسجلها باتريك رامبرت. فرق رجع طلع لسبع نقاط 62-55. اوت اوف باوندز لمصلحه جمعيه سلا المغربي. عبد الرحيم نجاح، في خطا على عبد الرحيم نجاح، خطا من اسماعيل احمد، خطا الاول بعتقد على السمعه، الخطا الاول على اسماعيل احمد اللي عنده 12 نقطه بجيم اليوم، افضل سكور لهلا هو اللاعب وين اليكس 18 نقطه، 4 3 بوينتس ورا بعض لوين اليكس اللاعب رقم 9 بصفوف جمعيه سلا المغربي. 15 نقطه لزكريا المصباحي، 16 نقطه للاعب الممتاز والتر هاج بالوقت يلي اسماعيل احمد. كمان ما في جول تاندينج، انا نشوف هون الحكام تاني وحده، هيدي بلاك شوت عم يحتسبوها على كل الاحوال، هيدي تاني وحده عم بيقولوا عم بيعترضوا كثير البنش بهومنتمن على الطابه. فرق طلع لتسع نقاط، مكرم بن رمضان زون ديفنس تحت الباسكت، اسماعيل احمد ما بينجح انه يسجل، الديفنس ممتاز من الفريق المغربي. ياسين المحسني بيتعرض للبلاك شوت، ياسين المحسني الطابه رح تكون اوت اوف باوندز لمصلحه الفريق المغربي. طابه لمصلحه، تكنيكال فاول كمان على والتر هاج. اوه تكنيكال فاولز كتار بالجيم، تكنيكال فاولز كتار بالجيم. تكنيكال فاولز كتار بالجيم 64-55. طابي رح يكون في تسديدة عن الفري ثرو لاين من بعد بوسيشن من وسط الملعب لمصلحة جمعية سلا المغربي. باتريك رامبرت بيسجل عن الفري ثرو لاين، ياسين المحسني فارق طلع لعشر نقاط، أكبر فارق. بلشوا كثير منيح هومنتمن بالكوارتر الثالث، رجع نزل مستواهم. خلينا نشوف هون زكريا المصباحي بيسجل نقطة 18 والفارق بيطلع ل 13. خلينا نروح للتايم اوت من الكوتش جو مجاعس. هومنتمن متأخر ب 13 نقطة قدام جمعية سلا المغربي. And keep chasing. We have to get the stops defensively. Not defensively. You got ball and we're trying to create one on three. Come on. The game is slipping away. It's now the chance. Let's go. انتهى التايم اوت،
13 نقطة الفارق، لازم ينتبهوا كثير منيح ومنتمن ما يخلون يطلعوا بعد أكثر بالفارق لجمعية سلا المغربي. سام يونغ بحافظ على كرته، والتر هاج عن آرك الثري بوينتس، وبيسجل والتر هاج عن آرك الثري بوينتس. والتر هاج بيقدر إنه يسجل، بينزل فارق مرة جديدة لعشرة، وفاست بريك مع والتر هاج. والتر هاج هالمرة جول تاندينج، بيقدر يعملوا 5-0 ران. نادي هومنتمن بينزل فارق إلى 8، هومنتمن 68-60. إسماعيل أحمد بيعمل الستيل، الطابة بتنتقل. وتايم اوت سريع للكوتش سعيد البوزيدي. جي مانوكيان بين الجمهور على المدرجات. جي وجمهور هومنت من برا يرجع يصحى الفارق، بينزل ل 8 5-0 ران. كان نسمع التعليمات. هومنتمن على الاوفنس، مهم كثير اذا قدر يسجل هون الفريق اللبناني، بس مش مهم ابدا التورن اوفر يا والتر هاج، مش منك هاي. باتريك رامبرت ما بيسجل، الريباوند للشمعون. والتر هاج فرصه جديده لهومنتمن، سريع كثير والتر هاج بوصلها لسام يونغ. في خطا لمصلحه سام يونغ، خطا لمصلحه سام يونغ، اخذ الجمب والستب تبعه محل بعيد. شوفوا هون سام، 12 نقطه لسام يونغ. وين أليكس عم يرتكب الخطأ الثاني؟ سام يونغ على الفري ثرو لاين. يعني سام من المفترض يكون مرتاح أكثر بهيك جيم على هيك ملعب، لأنه هو أساسا كان لعب مع النادي الأهلي الإماراتي قبل ما يندمج ويصير اسمه نادي شباب الأهلي. كان يلعب بس بالفاينلز، كان يلعب بس ببطولات مثلا الخليج ولا بطولة آسيا. سام لهلا 13 نقطة، بس ما بدنا ننسى نعطي كريدت كثير كبير للفريق المغربي نادي جمعية سلا. الفارق نزل لست نقاط، دقيقتين و46 ثانية. سفيان كوردو راح يدخل لأرض الملعب. سفيان كوردو عم يدافع عليه إسماعيل أحمد. سفيان عنده ثلاث أخطاء. ياسين المحسني، ياسين بده يروح وين؟ أليكس على الباسكت، يوصل لعند سفيان كوردو بإيزي 2 بوينت. سفيان كوردو، سام يونغ، وبيسجل إسماعيل أحمد بأقل من ثانيتين. بيقطع الملعب سام يونغ واسماعيل بباس بكل الملعب، سمعه بوصلها لسام يونغ. الفارق بيرجع للسته. سام يونغ بيسجل نقطه ال 14 بالمباراه، 21 نقطه لوالتر هاج، 12 نقطه لاسماعيل احمد. الديفنس لازم يكون العنوان الاهم. باتريك رامبرت يلي على الرايق، على الرايق. باتريك رامبرت صاروا 15 نقطه. باتريك رامبرت يلي كنتوا تشوفوه بلبنان ياخذ كل الامور على عاتقه باي فريق لعب معه، اليوم مسجل 15 نقطة، عم يلعب بشكل ممتاز مع المجموعة المغربية. الفارق بيرجع بيطلع لثمان نقاط، عنده فارق ممكن يكون تسعة إذا سجل. كريم زينون بيطلع ليرتاح على البنش، بينزل بدلا منه كرم مشرف ليدافع على باتريك رامبرت. بيسجل باتريك رامبرت. اسماعيل احمد بيبقى محافظ على الطابه، السمعه
لوالتر هاج. والتر وجهه في باتريك رامبرت، الطابة راح تكون لمصلحة هومنتمان اوت اوف باوندز. كاد يرتكب تورن اوفر نادي هومنتمان. 14 ثانية باقي قبل دقيقة و45 ثانية على نهاية الكوارتر الثالث من المباراة النصف النهائية. هومنتمان لهلا ما قدر يتقدم. سام يونغ عم بيلاقي الطريق مفتوحة قدامه، بيحصل على الخطأ. سام يونغ خطأ لمصلحة سام، وتسديدتين على الفري ثرو لاين. خطأ الأول على اللاعب رقم 5 ياسين المحسني. سام الأولي ما بيسجل منه. سام يونغ ممكن ينزل الفارق إلى 8. سام يونغ خلينا نتابع. سام بينجح نقطة ال 17 لسام يونغ. باتريك رامبر هومنتمان لازم يرجعوا يركزوا أكثر على الديفنس. والتر هاج عم يدافع على باتريك رامبر. 65-73 وين أليكس بيروح على الباسكت، بلاك شوت من إسماعيل أحمد، بس المهم هون يقدروا يسجلوا ما يعملوا تورن اوفر. الشمعون بده يطلع الطابة عند سام يونغ. سام بده يلاقي حاله رايح على الباسكت لوالتر هاتش. كاد يعمل تورن اوفر سام. اسماعيل احمد بوصلها لسام يونغ تحت الباسكت. سام كان عم يفتش على الخطا، عم بيركبوا على كتافه لسام يونغ ليقدروا يوقفوه، ولكن الديفنس المغربي مشهور جدا معروف. ما ضروري نعيد ونذكر دائما بالديفنس. اسماعيل احمد وصلها لكرم مشرف، بيقطع على الباسكت كرم، بوجه فيه سفيان كوردو. هيدا الثاني خطا على فكره بيحصل عليه كرم مشرف بالجيم من سفيان كوردو، وسفيان هيدا الخطا الرابع ما راح يقدر يخليه على الملعب ابدا. سعيد البوزيد المباراه بعد فيها كثير حكي على فكره. 58 ثانيه كرم راح يكون عنده تسديدتين على الفري ثرو لاين، لكن الاهم من التسديدتين غير انه اذا بدي راجع هومنتمان قديش مضيعين فري ثروز، مضيعين 11 فري ثرو لهلا بالمباراه، رقم منه سهل ابدا. والفارق حاليا 8 نقاط. كرم ما بيسجل الثاني. الريباوند لمين؟ لاسماعيل احمد، وخطا على سفيان كوردو. الخطا الخامس على سفيان كوردو. طلع برات الجيم سفيان كوردو، طلع برات الجيم سفيان كوردو. اسماعيل احمد عمل اهم اوفنسيف ريباوند بالجيم، ولكن لازم يصحوا، لازم يصحوا هومنتمان. الظروف عم تيجي شوي لالهم، مره عملوا تورن اوفرز. الفريق المغربي حاليا عم يلعبوا من دون بيج جاي تحت الباسكت، واللاعب يلي نزل اساسا منه لاعب فور حتى. اسماعيل احمد بيسجل الاولي عن الفري ثرو لاين. 66-73 سبع نقاط الفارق. كريم زينون رح يرجع يدخل لارض الملعب. ما عم نشوف تود اوبراين ولا مكرم بن رمضان، يعني مكرم موجود على البنش ايضا. كريم زينون رح يدخل لارض الملعب، مهمة دفاعية اكيد. بيطلع سام يونغ ليرتاح شوي. اخر 56 ثانية. الحكم بيقول ما في تبديل، طب رح تكون اوت اوف باوندز. مكرم بن رمضان هو رح يتغير، هيدا اللي كنت عم اقوله. وينه مكرم بن رمضان؟ رح ينزل للملعب. ياسين المحسني طابة لمين رح تكون؟ لمصلحة الفريق المغربي. ياسين المحسني في تورن اوفر. اسماعيل احمد تورن اوفر، تورن اوفر على الهومنتمان مش بوقته ابدا. الريباوند هالمرة لاسماعيل احمد، ووالتر هاتش طالع بسرعة بيحصل على الخطأ. على كل الاحوال ايضا يعني مثل ما عم بنتابع هون بالجيم، هومنتمان عم بيكون عودتهم على الجيم وقت يعطون التشانس نادي جمعيه سلا عم تكون بطيئه، يعني عم بيعطون الهديه ما عم بياخذوها. هلا حاليا سفيان كوردو طلع فاول اوت من الجيم. والتر هاتش على الفري ثرو لاين.
67-73. الخطأ الثاني على زكريا المصباحي. والتر هودج بيسجل. الرياضي اللبناني كمان معلومة وصلتني النشوي عن توقيعهم مع لاعب أجنبي اسمه رامون جالوي لأسبوعين لا يكون بديل لكوينسي دوبي المصاب. فإذا الرياضي شيل من باله قصة ترال ستوغلن ورامون جالوي رح يكون البديل للاعب كوينسي دوبي لمدة أسبوعين. باتريك رامبرت عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل. الريباوند لمين؟ خطا لنشوف على مين. خطا على اسماعيل احمد عم يقول الحكم. اربع نقاط الفارق نزل. خطا على اللاعب رقم 10 اسماعيل احمد. راح يكون في تسديدتين عن الفري ثرو لاين. ما بعرف كيف ما عم بيسجل الاولي. اللاعب حمزه جدي لازم يكون في ريباوند هون. لازم يكون في ريباوند اذا ما سجل حمزه. حمزه جدي الثاني ما بسجل منه. الريباوند لاسماعيل احمد. اخر ثواني سمعة عم يطلع الطابه بسرعه بده يسدد عن ارك الثري بوينتس. ما بسجل اسماعيل احمد. الكوارتر الثالث عم ينتهي 73-69. كوارتر الرابع من المفترض يكون من العيار الثقيل وبركي بفيق هومنتمن ويرجع يلعب بالقوه اللي معودنا عليها على ارض الملعب بالوقت اللي عم نشوف فيه المنصة الرئيسية. وسعت لواء اسماعيل القرقاوي اللي حنروح لبريك من بعدها بنرجع مباشرة لدبي. عودة نحن وياكم مشاهدينا مباشرة لدبي. عودة للكوارتر الرابع والأخير من مباراة الهومنتمن اللبناني وجمعية سلا المغربي. عودة للإثارة والحماس. الشمعون بيولع بداية الكوارتر الرابع بينزل الفارق لنقطة. فارق وصل ل 13 نقطة ولكن بيوصل حاليا لنقطة 72-73. الديفنس مهم كثير للفريق اللبناني. ياسين المحسني لمين عم توصل؟ طابة ما بتتسجل من حمزة جدي. اسماعيل احمد لمكرم بن رمضان عم توصل. مكرم في ستين من باتريك رامبرت. تورن اوفر على هومنتمن. طابة لمصلحة ياسين المحسني. باتريك رامبرت رح يكون عليه البريشر ليجرب هو يخلص كل طابة هلا بالكوارتر الرابع. الماني تايم بلش. هومنتمن ما عنده ولا اي حل غير انه يركز اكثر خاصه على الديفنس ليقدر يوصل للفاينل ويكون ممثل لبنان بالنهائي بعد خروج الحكمه. اسماعيل احمد طالع على الباسكت. اسماعيل كمان تورن اوفر ثاني على التوالي على هومنتمن على الفاس بريك. مش مقبوله هاي اذا فريق بده يوصل على الفاينل ينعمل اثنين تورن اوفرز على الفاس بريك. كان فين يكونوا هلا اب باي 3. على كل الاحوال زكريا المصباحي بوصلها لجوبا تحت الباسكت. حمزه جدي بيسجل. حمزه جدي بيسجل. فارق بيرجع بيطلع على 3-75-72. سام يونغ بده يسدد من ارك للثري بوينتس ما بيسجل. مكرم بن رمضان حاول يخلي الكره لمصلحه هومنتمن ولكن طاب بالاوت اوت اوف باوندز لمصلحه جمعيه سلا المغربي. زكريا المصباحي مباراة كان البعض معتقدها ان نزهة لفريق هومنتمن. ابدا هول الفرق المغربية والتوينسي بلاعبين ونص بيوصلوا على الفاينل بالوقت يلي الريباوند لمين رح يكون؟ لمصلحة والتر هاج ولا مصلحة هومنتمن؟ سمعة مرة جديدة. اسماعيل احمد لوالتر هاج. والتر لمكرم بن رمضان على البوست. مكرم بدي يوصلها للشمعون. اوبن شوت عن ارك الثري بوينتس ما بيسجل. الشمعون ما كثير عم تمشي معه عن ارك الثري بوينتس مع انها كانت اوبن شوت. باتريك رامبرت بيكمل على الباسكت. في خطا لمصلحه باتريك رامبرت. خطا 16 نقطة لباتريك رامبرت. الفارق 3 نقاط 75-72. الحكم البحريني محمد السلم بيقول في تسديدتين لباتريك رامبرت عن الفري ثرو لاين. على فري ثرو لاين ممكن اليوم يكون هو الخصم الثاني لهومنتمن بالجيم قد ما ضيعوا فري ثروز. باتريك رامبرت ما بيضيع اصلا من هالمسافه عم بيسجل. طلع الفارق لاربعه 76-72. باتريك رامبرت عن الفري ثرو لاين ايضا مره جديده. باتريك ثاني بيسجل منه. باتريك رامبرت
التقدم مغربي على الفريق اللبناني بفارق 5 نقاط، 18 نقطة لباتريك رامبرت، 18 نقطة لزكريا المصباحي. اسماعيل احمد توصل عند مكرم بن رمضان، طابي كان عم يطلبها مكرم كاونتد، على كل الاحوال اوت اوف باوندز لمصلحة نادي هومنتمن. لنشوف الخطأ على مين احتسب، الخطأ الثالث على زكريا المصباحي. 7 دقائق و40 ثانية، والتر هاج زون ديفنس بعد ما غير دفاعه المدرب سعيد البوزيدي. اسماعيل احمد من نقطتين ما بيسجل، مكرم بن رمضان بيحصل على الخطأ، جرب يحطها بالباسكت مكرم ولكن بيحصل على الخطأ، رح يكون عنده تسديدتين عن الفري ثرو لاين. مكرم لازم هون يكون مركز لانه عم يضيع كتير فري ثروز بالجيم. ياسين بايري رح يدخل لارض الملعب، الخطأ الثاني على اللاعب حمزة جدي، ولكن زكريا المصباحي بيطلع ليرتاح، ما بده يخاطر فيه المدرب سعيد البوزيدي. بهالوقت مكرم بن رمضان بيسجل عن الفري ثرو لاين، بنزل الفارق لاربع نقاط مكرم بن رمضان، ما بيسجل الثاني مكرم. الريباوند لمصلحة تشوبا، باتريك رامبرت فتش على الحل، باتريك رامبرت تشوبا عن اريك على 3 بوينتس ما بيسجل، الريباوند لسام يونغ وخطا على تشوبا، خطا على اللاعب رقم 10 وسام يونغ كان عم يجرب يوصلها دغري لاسماعيل احمد. طابع على كل الاحوال رح تكون لمصلحه نادي هومنتمن، صاروا 3 اخطاء على الفريق ككل بجمعيه سلا. 7 دقائق و9 ثواني الماني تايم، مين رح يوصل للفاينل؟ هلا حنشوف اعاده لنهائي بطوله افريقيا بين النجم الرادسي وجمعيه سلا، او رح نشوف اول مواجهه بالنهائي بين هومنتمن والنجم الرادسي. الشمعون بيقول لي طول بالك بعد في كثير وقت، بيسجل عن ارك على 3 بوينتس، ثاني 3 بوينت للشمعون. فارق نزل لنقطه 76 77، 6 دقائق و40 ثانية. ياسين المحسني، ياسين المحسني بوصلها لياسين البايري، بده يجرب يسجل ما بينجح. ياسين بايري حمزه جدي ما بيسجل، حمزه جدي والتشوبا بيسجل. حاليا عم بيلعبوا بالبنش لاعبين جمعيه سلا، كان لازم يلتقطوا الريباوند هون هومنتمن. طيب بتوصل لسام يونغ عم يخترق على البيز لاين، سام يونغ ما بينجح انه يسجل. سام يونغ طيب لمين رح تكون بالنهايه؟ طابة لمصلحة الفريق. ان سبورتسمان لايك فاول على مكرم بن رمضان، ان سبورتسمان لايك فاول على مكرم بن رمضان. 79 76، خطأ على مكرم، وتسديدتين رح يكونوا على الفري ثرو لاين لياسين المحسن من بعد بوسيشن من وسط الملعب. تسعة وسبعين ستة وسبعين، ياسين المحسني على الفري ثرو لاين، ياسين الأولي بيسجل منه ياسين المحسني، فارق طلع لأربعة، رجع مرة جديدة لمصلحة جمعية سلا المغربي. 80 76، وياسين المحسني بيقدر انه يسجل. طيب رح تكون لمصلحة الفريق المغربي، بوسيشن من وسط الملعب، عم يستعرض مهاراته بالفوتبول ياسين المحسني. الفريق طلع لستة، باتريك رامبرت لياسين المحسني، طب توصل لجوبا من جوا ما راح ياخذ الاتامب ياسين المحسني، جوبا ايضا بيعمل كيد يعمل الستيل، خطأ خطأ على والتر هاج، الخطأ الثالث على والتر هاج. تسديدتين عن الفري ثرو لاين للاعب رقم 10. تشوبا عن الفري ثرو لاين بيسجل الأولي. تاني ما بيسجل منها، الريباوند لسام يونغ، الفرق رجع طلع على ستة،
سام بده يخترق على الباسكت. سام يونغ بيقدر انه يسجل. الفارق عم ينزل لاربع نقاط مره جديده. باتريك رامبرت لتشوبا طالع على الباسكت بينجح انه يسجل. اللاعب رقم 10 عم يقدر انه يسجل نقطته الخامسه. الفارق بيرجع بيطلع على 6. 5 دقائق و29 ثانية. الكل ساكت بالملعب، الكل ساكت خاصة الجمهور اللبناني يلي على أعصابه ما يطلع فريق تاني لبناني برا. ولكن التورن اوفرز دكتار والتر هاج ما بيقدر انه يسجل هون. ياسين المحسن الديفنس كان ممتاز من والتر هاج، طالع على الباسكت وبيحصل على الخطأ والتر هاج. رح يكون عنده تسديدتين على الفري ثرو لاين. بهالوقت عبد الرحيم نجاح رح يرجع يدخل للملعب. على فكره حمزه جدي دخل بدلا من سفيان كوردو، خمسة فاول، وبدلا من عبد الرحيم نجاح يلي عنده ايضا اربع اخطاء. وبالتالي عبد الرحيم نجاح سبع نقاط، ولكن اللي عمله حمزه جدي انه قدر بشكل كتير كبير يساهم بانه يكون تشينج منيح لهاللاعبين الكبار. ليش؟ لانه قدر تحت الباسكت يعمل شغل. هو لاعب صغير كتير ولكن حتى بالطول يعني بالمتر و92، بينما نجاح مترين وثلاثة وكوردو مترين و15، فرق كتير كبير بالطول حتى وبالسايز. بالوقت يلي والتر هاج عم بيسجل 2 من 2 عن الفري ثرو لاين بينزل الفارق لاربع مرة جديدة 84-80. شمعون هو عم يدافع على ياسين المحسني، ياسين المحسني عم بيطلع الطابة. سام يونغ عم يدافع على ياسين بايري لنشوف شو في هون. خطأ على والتر هاج، الخطأ الرابع على والتر هاج، أربع أخطاء على والتر هاج. ما شفتها مزبوط. أربع أخطاء. باتريك رامبرت هو عم يستلم الطابة، مزعج جدا باتريك رامبرت عم بيكون. طابة لتشوبا، شو حلوة هالطريقة يلي قدر يسجل فيها اللاعب تشوبا بطريقة كتير حلوة. بيقدر يخترق الباسكت اللبنانية ويسجل. فارق بيرجع بيطلع على 6، 4 دقايق و49 ثانية لنهاية الكوارتر الرابع من النصف النهائي الثاني لبطولة دبي الدولية بنسختها 29 لكرة السلة. والتر هاج بوصلها لمكرم بن رمضان تحت الباسكت بينجح انه يسجل. مكرم بن رمضان فارق بيرجع بينزل لأربعة مرة جديدة، 18 نقطة لمكرم بن رمضان. الطريقة المنظمة اللي عم يلعبوا فيها جمعية سلا المغربي. بده ينتبه مكرم او والتر هاج هون من الاخطاء. تشوبا عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل. الريباوند لعبد الرحيم نجاح. رودمن العرب هاللاعب رقم اربعه، رودمن العرب هاللاعب. سام يونغ ما بينجح انه يطلع على الباسكت. اسماعيل احمد يعمل كنترول على الطابه. سمعه بوصلها لمكرم بن رمضان. مكرم بده يروح على الباسكت. مكرم بن رمضان منه شايف الباسكت مظبوط، ما بينجح انه يسجل. فرق بيطلع على 6 نقاط. باتريك رامبرت عم بيهدي الملعب. 88-82، 3 دقائق و49 ثانية لنهاية الجيم. إذا سجلوا هون وخاصة عن آرك 3 بوينتس هالمرة ما بيسجلوا، بده ينتبهوا كثير. هومنتمن عم يضيعوا كثير فرص ليقربوا على الجيم مرة جديدة. والتر هاج لمكرم بن رمضان. سام يونغ تسديدة عن آرك 3 بوينتس من الشمعون بيسجل عن آرك 3 بوينتس. ثالث 3 بوينتس للشمعون. الفرق بيرجع بينزل لثلاثة، 85-88، 3 دقايق و23 ثانية. الشمعون عم بيسجل عن آرك 3 بوينتس بالوقت يلي عبد الرحيم نجاح ما بينجح انه يسجل. والخطأ مش موجود هون. عبد الرحيم نجاح مرة جديدة بينجح انه يسجل، ما قدروا يجيبوا الريباوند. لاعبين هومنتمن خمس نقاط بيرجع الفارق. دبل فيجرز بالنقاط لعبد الرحيم نجاح نقطه 11. والتر هاتش لسام يونغ. سام عن ارك على 3 بوينت. سام ما بيسجل. سام عم بياخذ كثير اتامت سام يونغ، وحتى هيدي كانت متسرعه منه شوتر سام يونغ. يعني عن ارك 3 بوينت ماني كثير بشوفه عاده بحط سكور. فارق خمس نقاط. باتريك رامبرت عم يلعب بذكر، شوفه عم يلعب كل الثواني للاخر ما بده يتسرع ابدا. ياسين المحسني لباتريك رامبرت عن ارك على 3 بوينتس ما بيسجل. تشوبا دخل
اوف ذا بنش على فكره، وعمل قلق كبير اللاعب رقم 10. اللاعب ما بيشارك عاده مع جمعيه سلا، عمل لهم قلق لهومنتمن، اجى من محل مش عارفينه هن يمكن من وين. الريباوند بيكون لاسماعيل لاحمد هالمره للشمعون، عم بيطلع الطابة الشمعون لمصلحه هومنتمن. مكرم بالرمضان لوالتر هاج عن ارك الثري بوينتس وبيسجل. والتر هاج بينزل الفارق لنقطتين 88-90. والتر هاج ولعت المباراة، 28 نقطة لوالتر هاج، كل الأمور رجعت صارت مفتوحة. هلا حنشوف نهاية دراماتيكية مثل ما شفنا بنهاية الرادسي التونسي والحكمة، انتهت 78-77. إلي شمعون لمكرم ووالتر هاج. اخر دقيقتين وست ثواني، هلا رح نشهد اوفر تايم مثل ما شفنا بنهائي بطوله العرب. خلينا نتابع انا وياكم مشاهدي تلفزيون مستقبل مباشره من دبي، جمهور اللبناني كله واقف هون. مكرم عم يدافع على عبد الرحيم نجاح، البوسيشن لمصلحه جمعيه سلا المغربي 88-90. دقيقه و52 ثانيه، اوت اوف باوندز لمصلحه جمعيه سلا. زكريا المصباحي بوصلها لبلوك شوت للهومنتمن، والطابه لمين راح تكون؟ عمل سيف للكره ولكن اخذوها هن اخر ثانيه. الطابه كلوك فايوليشن، بوسيشن راح تكون لمصلحه الهومنتمن. فرصه للفريق اللبناني عدل الارقام 90-90. بطل العرب بمواجهه بطل افريقيا بمواجهه وصيفه يلي هو النادي جمعيه سلا المغربي. والتر هاج، والتر هاج بوصلها لسام يونغ، سام يونغ لإلي شمعون. مين راح ياخذ الاتمت؟ شمعون من نقطتين ما بيسجل. الريباوند لجوبا، والبوسيشن مغربيه، والاوفنس مغربي والديفنس لبناني. والثواني رح تلعب مرة جديدة للآخر. ياسين المحسني لوين أليكس، لازم ينتبهوا له، أخطر لاعب هيدا سايلنت شوتر. عبد الرحيم نجاح بده يلعب على اللاعب مكرم بن رمضان، معودين على بعض كثير بالمواجهات التونسية المغربية. دقيقة وست ثواني لنهاية المباراة، نقطتين التقدم. شوبا بده يسدد ما بينجح انه يسجل. سام يونغ بيلقط خطا عن سبورتسمان لايك، فاول على عبد الرحيم نجاح. خمس اخطاء على عبد الرحيم نجاح. فرصه ذهبيه لهومنتمن، بقي لهم دقيقه، لو مو خسرانين بنقطتين. صاروا اللاعبين الاساسيه برا على البنش. حمزه جدي راح يدخل لارض الملعب وراح يكون في تسديدتين عن الفري ثرو لاين، ومن بعدها بوسيشن من وسط الملعب ليكو. سام يونغ من وين جاب الريباوند؟ جوبا سدد تسديده بالهواء، ولكن سام يونغ لقط الريباوند من فوق البورد. راح يكون في تسديدتين عن الفري ثرو لاين، ومن بعدها بوسيشن من وسط الملعب. مكرم كثير مهم هون اذا بيقدر يسجل اثنين فري ثروز. ديسكواليفيكيشن كمان من الملعب، طردوه من الملعب للاعب عبد الرحيم نجاح. طلع بكل سلاسه من الملعب. اوه اير بول من مكرم من رمضان. مكرم عنده تسديده ايضا اضافيه عن الفري ثرو لاين، ثاني ما بيسجل منها، بضيع اثنين فري ثروز مكرم. بضيع اثنين فري ثروز مكرم من رمضان. طابه راح تكون اوت اوف باوند، فرصه جديده لهومنتمن. يعني دعانهم هول الاثنين فري ثرو غاليين كثير، ضيعوا كثير هومنتمن بهيدا الجيم فري ثروز. والتر هاج بيحصل على الخطا. والتر هاج ذكي كثير، والتر هاج، والتر هاج ذكي كثير، عم يفوت هو على الباسكت ليحصل على الخطا اساسا.
بيجرب يعدل الارقام من الفري ثرو لاين بالوقت اللي فيه تبديل. ياسين بايري راح يدخل لارض الملعب. الخطأ الرابع على اللاعب حمزه جدي ايضا. الخطأ الثالث على ياسين المحسني. كثير في اخطاء كمان على الفريق المغربي. والتر هاج عنده اربع اخطاء بده ينتبه. 28 نقطة 29 نقطة لوالتر هاج. فارق بينزل لنقطة، فرصة ليعدل الارقام. بطلنا نعرف نقول الكلمة، صرنا عم بعلق من الساعة يمكن شي خمسة بتوقيت بيروت. والتر هاج الثاني بيسجل منا نقطة ال 30. والتر هاج بيعدل الارقام باخر 52 ثانية من المباراة النصف نهائية اللبنانية المغربية بدبي عبر شاشة التلفزيون مستقبل. انتبهوا من زكريا المصباحي من نقطتين ما بيسجل. اسماعيل احمد بيلتقط الريباوند. هومنتمن قدام فرصة للتقدم بالمباراة. والتر هاج بول هاندلر هومنتمن بده هو اللي يجرب يخلص. والتر هاج فرصة لهومنتمن لا يتقدم. الكل واقف. سام يونغ سام بده يخترق بوصلها عن ارك لثري بوينتس للشمعون. ما بيسجل سام يونغ، بيقدر انه يعمل الاوفنسيف ريباوند ويسجل جامب كثير عالي من سام يونغ. 20 ثانية باقي. هومنتمن عم يتقدموا 92 90. هومنتمن عم يتقدموا 92 90 بطريقة جنونية بالكوارتر الرابع. 20 ثانية هلا احنا نشهد تعادل واوفر تايم. اهم شيء انه الهومنتمن اذا بدهم يربحوا الماتش ما يعملوا هلا ولا اي خلطة على الديفنس. سام يونغ من هون اساسا شوطة كانت ممتازة من الشمعون، قصير شوي. شوفوا سام بكل سهولة فات بين الكل من الباك دور وسجل. سام يونغ نقطة ال 21. 20 ثانية باقي لنهاية الجيم. 20 ثانية باقي. 92 90 مباراة أعصاب، مباراة إعادة لنهائي بطولة العرب بكل ما للكلمة من معنى. إذا رحنا على أوفر تايم راح تكون الأمور صعبة كثير على جمعية سلا بلا نجاح وبلا سفيان كورتو، ولكن كرادت كثير كبيرة لأيضا جمعية سلا اللي قدر يجاري هومنتمن بهيدي المباراة، بل هو كان عنده الليد كله. هومنتمن وجمهوره الكبير بصالة مكتوم بن محمد آل مكتوم. حتى أمين عام الاتحاد اللبناني شرب الرزق واقف وعم بيشجع، عم بيصلي كمان لهومنتمن قبل 20 ثانية. يعني شرب هو كمان لعيب باسكت يعني بالنهاية. طابة اوت اوف باوندز باتريك رامبرت لنشوف إذا رح ياخذوا اتمت. أهم شيء ما يحطوا 3 بوينت ب 14 ثانية 13 ثانية. وين أليكس انتبهوا ما ياخذ اتمت عن أرك ل 3 بوينتس. وين أليكس بوصلها لياسين بايري عن ارك على 3 بوينتس والمباراه عم تنتهي. هومنتمن عم يتأهل للمباراه النهائيه لبطوله دبي الدوليه بنسختها ال 29 لكره السله. سام يونغ والجمهور اللبناني، الجمهور يلي موجود لهومنتمن بصاله مكتوم بن محمد ال مكتوم عم بينبسط على الاخر. مبروك لهومنتمن بطل العرب، مبروك للبنان، مبروك لجمهور هومنتمن الكبير يلي موجود ايضا عم بيتابع فريقه وين ما كان. ما بعرف اذا فيني اعمل شي مقابله سريعه قبل انتهاء الجيم، ما رح اعرف اذا حدا رح يقدر يوصل لعندي. على كل الاحوال مبروك لهومنتمن، واكيد الكل ناطرين كمان بقسم الاخبار ليبرشوا برشة الاخبار. الف مبروك لهومنتمن، شكرا لكل اللي تابعونا بهالنهار الطويل. تحياتي لكم معلق المباريات صبحي قبلاوي، عبد شبارو المصور، زميل المخرج ابراهيم مكداش، المهندس سامر مركيز، وايضا المشرف العام على الرياضه حسام الدين زبيبو. مبروك لهومنتمن، وبكره الفاينل الساعه 5. الى اللقاء.